بشلبي صلاح الدين رئيس فرع مؤسستناتكم. الجبارة اللي تخصها مؤسسناتكم والعمال هادو والشاحنات، هاد العوامل ما قدرناش نتغلبوا على هاد النفايات، لازم المواطنين يعاونوا. البيدون هكذايا باش يفرغ في الشاحنه ساعه تعبك بالليغون ديالو يقيسوا الزجاج ساعه المسمار في الحطب عبك ما تقدرش تخيل واش تلقى في البيدون هذه الحاويه هذيك هي مخصصه للنفايات بصح النفايات منزليه برك تسمى حاجه سهله بصح المواطن تاعنا يرمي برك ساعه يلقى الزجاج يترط هذه البيئة هذه.